تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم في فقرة جديدة من برنامج بصراحة على المغاربية. في الساعات الأولى من صباح اليوم في قسنطينة توفي المجاهد والمناضل محمد جاو عن عمر يناهز 85 عاما. محمد جاو جاهد في صفوف جيش التحرير الوطني وهو ابن شهيد، واشتغل في صفوف الشرطة لسنوات بعد الاستقلال. المجاهد محمد جاو عند بداية أزمة التسعينات رفض الانخراط في مسار النظام بعد الانقلاب على الشرعية سنة 91 900 ألف، واعتبر أن المشكلة السياسي لا حل له إلا في الإطار السياسي، فكان الجزاء اختطاف فلذة كبده وسرقة ماله. ومنذ لحظة الاختطاف القسري ظل المجاهد محمد جاو ثابتا على موقفه، واستمر في النضال من أجل الحقيقة والعدالة رغم عمره الثمانيني. لم يشفع له سنه ولا جهاده في سبيل الوطن ولا كونه ابن شهيد من التوقيف في نفس مركز شرطة الكدية بقسنطينة التي خدم بها لسنوات ليعود إليها وتفرض عليه إجراءات بأخذ بصماته وصورته في كل مرة من توقيفه على غرار المجرمين. المجاهد محمد جاو أسس مع عائلات المختطفين التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين، وكان رئيسا شرفيا لها. وقد رفضت تنسيقية عائلات المختطفين طروحات السلطة التي تريد من خلالها طي ملف المختطفين دون حقيقة وعدالة. اليوم رحل المجاهد والمناضل محمد جاو وهو يجهل مصير ابنه البكر المختطف توفيق، وكثير من أمهات وآباء كثيرا من المختطفين يغادرون الحياة تباعا وفي قلوبهم غصة جراء الظلم المسلط على ذويهم. نعزي عائلة جاو في فقدان عم محمد المجاهد والمناضل، وتعازينا لكل عائلات المختطفين، وتعازينا لكل الجزائريين في فقدان رفيق الشهيد مسعود بوجيريو رحمة الله عليهم جميعا. ملف المختطفين في الجزائر إبان فترة التسعينات الدموية يبقى شائكا معقدا، والسلطات عمدا تتجنب فتحه. أكثر من 18 ألف مختطف أبرزوا تداعيات الانقلاب العسكري الذي طال الشرعية الشعبية في جانفي عام 92 900 ألف. ضحايا الاختطاف القسري منذ التسعينات يصرون على الحقيقة والعدالة حول ما جرى لآلاف الجزائريين. السلطات حاولت امتصاص غضب العائلات عبر مقترح التعويض المادي ونسيان ما سمته جراح المأساة. تنسيقية عائلات المختطفين رفضت طروحات السلطات لسنوات وسنوات، مؤكدة عدم المتاجرة بدماء أبنائها. حقوقيون يرون أن ملف المختطفين معقد ويدين منظومة ظلت تتابعها تهم جرائم ضد الإنسانية إبان التسعينات. أمهات وآباء كثيرا من المختطفين يغادرون الحياة تباعا وفي قلوبهم غصة جراء الظلم المسلط على ذويهم. رحم الله محمد جاو، مجاهد في الثورة التحريرية المباركة وأحد الناشطين الحقوقيين من أجل الحقيقة والعدالة. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونسعد باستقبال اتصالاتكم والمشاركة معنا في هذه الفقرة عبر الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة. معنا أول متصل عبد القادر من بشار. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أخ عبد القادر. أهلا وسهلا أستاذ رشيد، حياكم الله. والله مناسبة وفاجعة هذه ألمت بنا وبكل الشعب الجزائري في الحقيقة. رحيل المجاهد عمي محمد جاو هو كان بمثابة يعني صاعقتنا وهو في يتجاوز الثمانينات من العمر. على كل حال نترحم عليه وعلى أرواح كل المجاهدين وكل المخلصين الذين طيلة حياتهم كانوا مخلصين أوفياء لهذا الوطن ولتضحيات من سبقوهم في النضال من أجل تحرير هذا الوطن. المجاهد في الحقيقة ما عرفناه إلا مناضلا صابرا
ثابتا متضامنا مع كل القضايا العادلة. في الحقيقة إنسان متواضع، إنسان كريم، رحمه الله، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ونتقدم بتعازينا الأخوية الخالصة إلى عائلته الصغيرة وإلى عائلته في مدينة قسنطينة، كل أحبابنا وإخواننا في مدينة قسنطينة، وإلى التنسيقية الوطنية للمختطفين التي كان هو رئيسا شرفيا لها، وفي الحقيقة كان مدافعا عن الملف القانوني، الملف الإنساني، وهو ملف المختطفين قسرى الذي لا زال لم يحل إلى الآن. وهذا سيبقى وصمة عار على هذا النظام، لأنه لم يستطع أن يحاول على الأقل أن يفك اللغز بالنسبة لهذه العائلات وهؤلاء المحرومين من ذوي فلذات أكبادهم من أبنائهم وآبائهم وإخوانهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم شكرا الوكيل. أخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا أخ عبد القادر على اتصالك معنا. عبد العزيز من بجاية. أخويا الرشيد، وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لقناة المغاربية، شكرا للجالية الجزائرية في الخارج، أعطيهم الصحة، يعاونوا خوتهم الجزائريين، هما راهم في بلاد ديمقراطية، حنا رانا في بلاد ديكتاتور. أسمع أخويا الرشيد، هذا النظام ما بقى له والو، كولا، ما بقاتلوش حتى صلاحية في الجزائر، خلاص فقدوا فقدوا كلش. شوف النظام حكم العسكر واش داروا في البلاد منذ 62 سنة، هما يدمروا في البلاد، هما يعتقلوا في الناس، حرقوا الجزائر، حرقوا الشعب، حرقوا الأرواح، خلقونا البلبلة مع المروك، خوتنا المروك، حنا ما نديروش الجيرة مع المروك، على واش نديروا الجيرة مع المروك؟ حنا خوتنا المروك، حنا في الدم، هما مسلمين، حنا مسلمين. هذا العصابة كل ما يخرج الشعب يخرج على حقه، شوف قداش انسان هو الشعب يخرج على حقه، يديرونا حجره في الصباط، عيب عليهم، دمروا البلاد يا اخي الرشيد. البارح يقولوا نحيلهم الجنسيه اللي في الخارج، واليوم تبوني طلب الاعانه من الجزائريين اللي راهم في الخارج، البارح برك. شكرا عبد العزيز على اتصالك. معنا جلالي من عند دفلة. واه صح الرشيد، واشك لاباس؟ اهلا وسهلا، مرحبا. لاباس خويا الحمد لله. يا خويا تحية الجنرالات وتحية رئيس الجمهورية، وهذا اللي راه يهضر لك من جاي يقول له الحكم العسكري ما كانش حكم الشعبي. كانش حكم الشعب. وهذو المفقودين على بالك هنايا فاقدين لي دين الإرهاب للآن ما بانوش. هذوك الحكومة الدات والإرهاب الداو. هذا الحقيقة راشد، انت كنت لهنا في الوقت التسعينات، الإرهاب كانوا يقصوا الرسالة ويديرهم في الطريق. هذا الو نسمع فيك، كمل الفكرة نتاعك جلالي. ايوا شاف الدولة خطفت والاخرين خطفوا، ويحيى الجيش ويحيى الجنرالات. معليش انت جلالي قلت الدولة خطفت والإرهاب خطفوا، هذوما عائلات واغلبهم إيه؟ الان اللي خرجوا قالوا باللي راهم اولادهم فيهم، حتى اللي يعني ما زالوا في سن المراهقه اختطفوهم من 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 عند امهاتهم، يعني ما عندهم حتى علاقه حتى في بنشاط سياسي او غير ذلك، خطفوهم لحد الساعه ما عندهم حتى اخبار. العائلات هذوما يحوسوا على الحقيقه والعداله، ما همش كما قالك ما قالوش رشيد. نعم الرشيد نهدر لك الحقيقه. لا تسمعني. نسمعك تفضل. طبعا والله غير خطفوا الارهاب، خطفوهم هنا، نعرفوهم للعنى، خطفوا النسار، خطفوا النسار للعنى ما بانوش، الرجال خطفوهم ما بانوش. الو نعم. شوف الدولة خطفت والارهاب خطفوا. شكرا اخ جلالي على اتصالك.
معنا رابح من رويبة. الو يا رشيد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأول نرحموا على محمد مجاهد، ونرحموا على حماني، ونرحموا كاع اللي ماتوا في النار، نزيدوا نرحموا على اللي ماتوا في البحر، اللي ماتوا واسمع في النار، اللي ماتوا في الحراك. شوف أخويا رشيد، هذو ما يمنوهمش يسمعوا، احنا رانا طيبين. شوف اللي حبوا يجيبوهم، شوف كاين 58 ولاية، قالوا كل ولاية مثل عندها 10 بلديات ولا 15 بلديات، كل بلدية خرجوا فيها، ما يخرجوش هنا في الجزائر، ومن بعد في الاخرين ما يخرجوش. هما وين كاين هما يخطوا، عندهم الخطة هما، هما اسمع يديروا الأمر هنا في الجزائر، وين كاين الشرط يجيبوه للجزائر. قالوا لي خرجوا 48 و 58 ولايات، كل البلدات خرجوا فيها. قالوا لي اسمع، ومن بعد ما عندهمش القوة باش يبدوا كاع الشعب هذا. قالوا هذو مجرمين، هذو ما يروحوش، اسمع حبيبي برك ما يروحوش، اشكي هما سراقين. تبون قالك اسمع، قالك في عمري ما كذب، هو من نهار اللي زاد هو يكذب. قالوا هذو اسمع هذو ليجينير تاع فرنسا، كبرنا تاع فرنسا. شكرا رابح على اتصالك. معنا شريف من العاصمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشعب الجزائري حاب يفتح هذا الملف، ما دام صبحوا يعيبوا في الرجال، ولاد الرجال خاطفين لهم ولادهم، وحوسوا نعرفوا شكون اللي خطفوا الجزائريين، وشكون اللي مازال مخليهم في السجون. انا نقول لك، نقول لخونا اللي كان يتكلم صح، الجيش الوطني الشعبي تاع الجزائريين، بصح الجنرالات اللي نشوفهم ماشي تاع الجزائريين، انا نشوف حاربوا غير الشعب الجزائري، ما شفتهمش كاع حاربوا. هيا نقول لهم انا نتحيكم نسجد لكم، روحوا ديروا حرب مع المروك ولا مع حفتر ولا مع واحد اخر، والله ما يقدروا، سيادهم ما يخلوهمش، تجار السلاح ما يخلوهمش، روسيا والامريكان تمنعهم يشروا السلاح وتمنعهم باش يحاربوا، يحاربوا الا الشعب الجزائري فقط، نتحداهم ينحوا لي قالو ويديروا مناقش، ينحوا لي قالو هذاك تاع جنرال ويعلقوا منقوشه في وذنه. ونقول لك حاجه، والله ما يديروا حرب لا مع المروك لا مع حفتر لا والو، يعرفوا الا يسيطروا على الشعب الجزائري، ما تطلقوش السجناء، ولادهم ولاد ولادهم يقعدوا يتابعوا فيكم ليوم القيامة. الجرائم ما تموتش بالأقدامية، والله الجرائم اللي درتوهم في الثمانينات 5 أكتوبر في 2001 وغيرها 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 وغيرها، والله ما تروحها بإذن الله، يقتل الروح وين تروح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا أخ شريف على اتصالك. معنا أبو يونس من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله رشيد وشرف. أهلا وسهلا مرحبا. والله العظيم أنا راني مبسط على الفراش، وإذا بيني نشوف صورة تاع أبي محمد جاو، والله العظيم يعني الشيء ما رحتوش أنت أخويا رشيد، الصورة كي كان رافد يديه مرتبين بالحبس، شفتها ولا ما شفتهاش؟ نعم. وش معناتها؟ عباك ترى لي تما. نعم انا ذكرتها اخي ابو يونس، ذكرتها في المقدمه انه نفس المركز الذي اشتغل فيه بعد سنوات الاستقلال كشرطي نفسه تم توقيفه عدد العديد من المرات، وينال التضييق واخذ البصمات نتاعه وصوره وكانه مجرم، عمي محمد المجاهد ابن الشهيد رفيق الشهداء، وبعدها خدم في الجهاز الامني، فقط أنه لم يتفق ولم يمضي في مسار السلطة الإنقلابية بعد سنوات التسعينيات، كان مصيره دائما هذه الصورة، يدخل في نفس المركز الذي كان يشتغل فيه. نعم 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 نعم، يعني أقول لك والله العظيم غير عيب عيب، يعني عيب واحد كما هذا يعملوا بهذا، على بالك باللي وتصرى له بعد، على بالك باللي مرض يعني عمره تحطم،
والله يا رشيد انا كل ما نخرج الصباح نشوف روحي في المرآة ونزين وجهي وشعري، فبدايبي من الغد ان شاء الله ما نعود نشوف روحي في المرآة، خلاص ما نقدرش نشوف روحي، لان يعني شوفي روحي مانيش راجل لما شفت هذيك الصوره. والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وراه من الرجال ما كانش بلد اللي تحطم من الرجال كيما بلد الجزائر، ما كانش بلد اللي تكره شعبها كيما الجزائر، تكره شعبها، العدو الاول تاعها هو شعبها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا ابو يونس على اتصالك. معنا كريم من بومرداس. الفلة والمدنية ماشي عسكرية. الزول مرحبا. نقولوا أبو يونس هذا من الجزائر ما تبكيش، كاين الأمل، والله لا قبيل ولا يشربوا دمهم بإذن الله. على بالنا واش كاين، والله هذا الشهيد اللي كاين شمال قسنطيني ربي يرحمه، على بالنا بلي شمال قسنطيني هما الاولين اللي نظلوا مع القبائل، ان شاء الله يا ربي نجيبها ان شاء الله يا رب. هذو ما يدعون انه امه اسلاميه، يا والله انتم امه شياطين، يا والله امه شياطين. ويجي نهاركم وشفوا على قبيلي وشفوا مليح على القبائل الحرار، والله تخلصوها باذن الله تعالى. نقولوا سي شريف هذاك تاع العاصمه اللي يقول قبيل هكذا، انا اصلي وخمسه في عينيك وخمسه في عين حتى الدين يا سي شريف، انا امازيغ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا اخ كريم. معنا نسيم من البويره، تفضل نسيم. فقدنا نسيم. معنا يوسف من فرنسا. الاخ رشيد السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لما تشوف يعني كومسا امور، يعني الشعب ديجا رانا مقيوسين ورانا يعني كان يعني الشعب الجزائري هذا اصبح يعني جو سي با كانهم مش بشر فوق الارض، كانهم حيوانات. ياك تشوف هذا النظام قاعدين كما فرعون لما كما يقولوا ما يمشيوش معاهم، يصبحوا يتهموهم الرجال كما هك الشرطه هو وبورقعه وجميع المجاهدين اللي ماتوا الله يرحمهم وجميع اللي يعني المسجونين هذو، يقول لك راهو كما يقولها قول عليه ملف معقد. واش من معقد هو بينه ودارك؟ واش هو التعقيد هذا؟ التعقيد هما اللي عقدوا فيها تو سامبلومون فقط، لا اكثر ولا اقل. عقدوا لنا الحياه نتاعنا، عقدوا لنا جميع الامور، عقدوا لنا ديننا، عقدوا لنا كتب دينا بينا، ويقول لك هذا قبيل وهذا، وحنا كيما نقولوا رانا وطن واحد وشعب واحد، عقدوا لنا جميع الامور. هما اللي عقدوا فيها فقط. الشعب الجزائري ماهوش معقد، الشعب الجزائري راه منفتح على جميع الامور، ولكن لازم الله تعالى يرحمه على السيد هذا الاخ هذا، الله يرحم الله يرحمه ربي ان شاء الله بوسع فاتح جنانه ان شاء الله، الله يجعله من اهل الجنه ومن امه محمد عليه الصلاه والسلام. بصح شوف اذا كان ما تحققش كما نقول العداله تاع الناس هذو تاع الضعفاء هذو الفقراء والمساكين والمغصوبين هذو اللي داهم الى اخر الامر، كاين عداله الرب. والله تموت كل من عليها اثرا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. والله ما تسلكوهاش اليوم، والله تسلكوها غدوه، وما تسلكوهاش امام ربي قادر يسامحكم، ولكن هذا العباد اللي سالت الدموع نتاعهم وبكاوا على اولادهم وماتوا وما شافوهمش، والله كل قصره تاع دمعه والله تسلكوها امام الله ربي كما يقول يوم القيامه. والله ما تعديوا امام العداله تاع الناس هذو اللي حقرتوه وظلمتوه في الدنيا، والله تلقوا يوم القيامه يجي منكم ربي القصاص امامهم يوم القيامه. شو يا شعب الجزائري الرجوع الى الحراك. شكرا اخ يوسف على اتصالك. معنا مريم من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شراك رشيد الهلبي. اهلا وسهلا اخت مريم، مرحبا. عايشك اخويا. انا نهضر على خويا على هذا، ربي يرحمه ويوسع عليه هذا الحاج هذا مسكين المجاهد هذا، عنده وجه تاع كومون دي يقولوا وجه تاع لي زونج، خلاه مسكين محروق على بنو حتى نهار مات، وحرق والحرقه تاع حادو كل يستناو
من يحرقهم ربي ان شاء الله كيما حرقوا حرقونا وحرقوهم مساكن المختطفين اللي في المحابس في الحبس اللي مساكن. وهذاك اللي يحل في فمه ويقول لك الدولة دارت والإرهاب دارت، شكون اللي يخرج الإرهاب وشكون اللي أصنع الإرهاب؟ هما اللي صنعوا الإرهاب جيسكا ماتنو، هما اللي صنعوا فيهم يقولوا الحراك إرهاب الشعب إرهاب، هما الإرهابيين شنقريحة تبون جنرالات هذوك هذاك اسمه توفيق هذاك نزار هذوك اللي قتلوا ان شاء الله يعلقهم ربي يحطهم في ساحه لي يخنقوهم وما ويشعلوا فيهم النار، تشعل فيهم النار ان شاء الله يا ربي كيما حرقوا الناس. شوف هذو ساكن لي زينيسون ساكن، شوف زيناه قدروا حياتهم في الحبس، حرموهم من كلش، حرموهم من أولادهم، حرموهم من والديهم، حرموهم من أماتهم، حرموهم يخليوا فيهم يبكيوا من يبكيوا عليهم إن شاء الله كما بكيوا الناس وقتلوا الناس وشردوا الناس. أنا صارت فيا روحت فاكونس وغلطنا في الطريق، حكمونا لي جوندارم هادو، حكمونا لي جوندارم كما جاش واحد يمكن هذاك هو لي يعني اللي يحكم فيهم. انا عندي ربع اولاد والراجل ربي يرحمه وانا وحايد اخرين معانا من معين مليله، كل ما جاش هذاك شواش ما يديروا فينا، غلطنا في الطريق. احنا جربناها ديجا، جربناها في التسعينات، صارت لنا في 96. شكرا اخت مريم على اتصالك. معنا محمد من تيبازا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ رشيد واش راك لاباس؟ أهلا وسهلا، مرحبا أخ محمد. الله يرحم الموتى هذو، الله يرحمهم إن شاء الله، ربي يرحم كاع اللي توفوا من قبل الاستقلال حتى اللي حسب الاستقلال هذا وحتى دركا. هذا المساكن هذو اللي تهضر عليهم تاع التسعينات، صدقني يا خويا رشيد ذبحوهم طير لهم ريصانهم ورموهم في الطرقان. الدولة تاعنا دارت لهم هكا، ماشي الشعب ولا الإرهاب، ما كاش كاين الإرهاب، هما الإرهاب. أخويا رشيد. نعم. هما الإرهاب، احنا أنا شفت فيهم بعيني، نروح من جهة زيرالدا، من جهة الناس يعرفوا اللي تحب المنطقة هذيك، جيت أزير طلاش نلقاهم رامينهم في الطريق. هذاك الوقت كان كاين الكفروف، شكون يخرج؟ شكون يتمشى؟ غير هما، غير العسكر. هما اللي كانوا يقصوا ويرموا في الطرقان خويا رشيد. ونقول خوتنا الجارية تاع فرنسا ما تعاونوهمش بدراهم، خاطر علاه؟ دعموا الناس دعموهم ديجا دراهم في البنوك تاع لهنايا ربوية. والشيخ الألباني رحمه الله قال لك واحد اللي حط ماله في البنوك الربوية هو واحد الأول اللي شارك في الربا. نمسحش خوتنا ما حطوش دراهمكم في البنوك تاعهم. هذا واش نقول، والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا اخ محمد على اتصالك. معنا سفيان من فرنسا. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. تدبر نطحنا على هذا الشهيد اللي مات ربي يرحمه. انا حبيت برك نقول ما عندنا لا دوله، ما عندنا لا مؤسسه عسكريه، ما عندنا والو. ونزيد حاجه، أنا رجال شرطة ورجال الدرك هذو يا والله والله واحد فيهم ما وليد فاميليا يا والله كيما راهم كاع، لكن ما نجمعوش. أخ سفيان، هما كثير، هما أولاد الشعب وما همش كامل نجم لهم كامل أنهم همش. اسمح لي يا خويا، وليد الشعب يحس واش يصرف شعبي كيما هو، مي بصحان النظام والله ما رانا طارقينهم. معليش هم يقمعوا في اللي راهم في الداخل، من الجاليه والله العظيم غير نديرهم حجره في الصبان. والتحيه للجزائر، والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا اخ سفيان على اتصالك. معنا مراد من دبلن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يرحم هذا الحاج المجاهد، والله يرحم ثاني حماني اليوم. اليوم شهد من اهلي هذاك اخ، نقولوا له سيدي اخ تاع عين الدفله هذا، هو بنفسه يكاوم على النظام وقال النظام قتل.
يعني غدوه من غدوه تكون في التحقيق وان شاء الله يجي يدوك باش يديروا بك تحقيق، لان انت راك شهدت باللي ان النظام قتل الناس ابرياء. يعني هذا يعني رد على الاخ هذا، وان شاء الله يجي يردوه ممكن اليوم في الليل ولا غدوه ان شاء الله باش يدوه يحقوا معاه، لانه هو شهد باللي النظام قتل الناس. هذه شهاده من اهل النظام. اما المجاهدين اللي راهم يموتوا، اعطيني كاش مجاهد ما كيما يقول لك ما مشاش مع النظام ب 62، يعني ما ماتش اي مجاهد مشى ضد النظام هذا بداها حتى من بوضياف. يا بوضياف يعني جاء مشى معاه ست اشهر لما شافوه باللي غير الطريقه تاعو، شو كيفاش مات عباس المدني، شو كيفاش مات مهري، شو كيفاش مات واسمه لحظه البرقع، شو كيفاش مات هذا الاخ. كان مجاهدين، اي مجاهد كان ضد فرنسا بعد تلازمة الشعب الجزائري يعرفها. حتى المجاهدين اللي مازالهم على قيد الحياه اذا راهم ضد النظام يعرفوا روحهم باللي النظام هذا غدوه من غدوه يقتلهم بتعسر، يقتلهم يعني بطريقه كما يقول لك ما يرضاها لا ربي سبحانه ولا عبده. لان فرنسا مازالها يعني كما يقول لك لما زرعت الازلام تاعها بعد 62، هذو هم هابوا الازلام الشعب اللي ما ماتش في الحرب يقتلوا فيه كما يقول لك بالقنطه. فلهذا النظام هذا، وخاصه لما قال النظام لما الان يدعي الجاليه تاعو باش تجي تنفيستي في الدراهم، كيفاش انتم تخرجوا في الدراهم تخرجوا فيهم لاسويس وفرنسا وتحبوا الشعب تاعكم وقلق علينا البلاد. شكرا اخ مراد على اتصالك. معنا طارق من فرنسا. السلام عليكم خويا راشد. وعليكم السلام ورحمه الله. ترحموا على الحاج محمد هذا يا ان شاء الله ربي يلاقيه مع وليده في الجنه، ان شاء الله يجمعهم ربي في الجنه ان شاء الله. امين. وقلت لك يا خويا رشيد هادو ما مجرمين ما يحشموش على عرضهم. هادو ما يحشموش على عرضهم خويا رشيد، هادو ما قادرين على كلش. المجاهدين وكان مازالهم حيين يديروهم في الحبس يمرمدوهم. هادو ما يحبوش رجال. هادو ما راه تشوف يدخلوا في الرجال الحباس والمجرمين يخرجوا فيهم براءة. الشعب لازم يفهم والعبيد لازم يفهم بلي هادو ماشي رجال اللي راكو تساندوا فيهم. هادو عملاء حركة كبرانات تاع فرنسا. هذه هي خويا رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا أخ طارق. معنا وليد من العاصمة. ألو. أهلا وسهلا أخ وليد. خويا رشيد بخير لعباد؟ الحمد لله ربي يحفظك. هادو خويا رشيد راه مجرمين. أن يديو الناس يقتلون في باطل ربي. كلاب. وليد فقدنا وليد. معنا الحاج من تيزي وزو. الو. اهلا وسهلا الحاج. السلام عليكم شيخ رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. الله يسلمك. المشكل تاعنا مشكل تاع الجزائر الله لا يرحمه ميتيرون اللي درناها هكذا كاع البلاد حشال شادلي كلخ شادلي والله لا ميتيرون كاع واش راه يصرى غير ميتيرون اللي خلانا المرض الله لا يرحمه الله لا يرحمه. هو اللي خلق المشكل هذا تاع الفيس، هو اللي خلق كل خشد اللي الله يرحمه. ما نعرف كيفاش يعني مشات حتى الظروف راهي تمشي هكذا ربي يستر برك. ما نعرف كيفاش راحت فرا المشكل هذا تاع الفيس تاع الفيس تاع الفيس تاع كل خطره تاع الفيس تاع الفيس. ما نعرف الا يخلص المشكل هذا تاع الفيس ولا مازال. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا الحاج على اتصالك. معنا كمان من فرنسا. الو. اهلا وسهلا كمان. مرحبا. الله يرحم هذا محمد هذا الله يرحمه ان شاء الله. الله ان شاء الله يرزقه ربي الجنه ان شاء الله. المجاهدين ان شاء الله يكيد هذوك اللي ماتوا كيد ان شاء الله ربي يرحمهم. مي والله العظيم لا فيريتي لي جينيرو هذو اللي مرموا واحد وحق ربي العالمين يحكموهم واحد يعلقوهم قدام ساحة مقام الشهيد
والاعدام ديريكت باسكو سي دي كريمينال. اشحال قتلوا اشحال قتلوا من الشعب حتى اليوم مازال يقتلوا فيهم، هو هذوك في السجون يقتلوا فيهم يعذبوا فيهم. هذو ثورة تقولوا هذو الجزائريين، والله ما الجزائريين، اقسم بالله اللي مرموا الشعب ينوض كل ولايه ينوضوا كما يقولوا كما نضوا في 54 لازم يد واحده. ما كانش ني قبايلي ني عربي ني هكذا ني هكذا، لازم لازم هذو نخرجوهم، لازم كما يقولوا بالقوه. ما عندهمش رحمه في قلوبهم، عذبوا قتلوا نفوا هذوك اللي ماتوا في البحر، ربي ربحهم ربي يعني سبحان الله يعني الحمد لله كاين يعني رب العالمين يوم القيامه يحاسبهم حساب ما كانش ما يقصاش جميع خلص الحساب هذا واش داروا في الشعب. سمعت الرشيده؟ نسمع فيك اخ كمال، شكرا بارك على الله اتصالك وتفاعل معنا، لكن دائما من هذا المنبر وكذلك الحراك عندما خرج خرج سلمي وسيبقى سلمي حتى محاسبة كل من تورط في الدم أو في المال أو في فساد إلى غير ذلك. دائما الحراك وأغلب الجزائريين رافعين شعار السلمية ودولة العدل والقانون ومحاسبة كل من تورط في الدم أو في الفساد بالقانون في إطار العدالة المستقلة. معنا حميد من العاصمة. السلام عليكم والسلام. وعليكم السلام. الله يرحم أخونا محمد ويرحم كاع حرار شعب المليون شهيد. وأبشروا أنا على جال حراي تليفوني والله. حميد. أهلا السلام عليكم الزول في الدهون. فالله يرحم أخونا محمد ويجمعهم شهداء الأبرار الأحرار من شعب المليون شهيد. فانا على وجه احرار شعب مش نحب ندخل ولكن نحب نوعي بوعي يعني. ابشروا ابشروا ان عصابه دار العجزه هذه قريب ان شاء الله راح يقطع الله تعالى عليهم الاكسجين واحد مر واحد ويدفنهم ويرميهم ويدفنهم في التراب لياكلهم الدود ويلعنهم الشعب الى يوم الدين. شكون هذو عصابه دار العجزه؟ هي جيش الحدادة وجماعة وجدة الإنقلابية الإرهابية والحاكمة إلى يوم الناس هذا بيروح المسمى بومدين، حنا عيطوا له بومدين على كلام المجاهد الباجي الله يرحمه لأنه أبو خروبة وصانعة بوتفليقة صالح قوجي، صالح قوجي الضابط في الجيش الحدادة جا من قضيبة. إذا حاكمين الحكم من 62 داروا إنقلابات. نرجع إلى الشاهد من هذا في 26 ديسمبر 1991 الشعب انتخب بكل حريه حزب الشيخ علي بالحاج وفاز باغلبيه ساحقه، يقوم جيش الحدود يدير انقلاب عليه مما دار ارهاب ودار كذا كذا، قتلوا في شريعه قال لك ارهاب، قتلوا في الاخر قال تقتل تقتل سبحان الله قدام الكازيدا تاعو في بن طلحه والرئيس وابن مسوس وتيزي راشد والرمكه 1500 جزائر قتلوه لي في الرمكه. اذا الدم كذا هذا وش يسموه؟ هذا يسموه الاستدراج. يقول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا. كما شكرا اخ حميد على اتصالك. معنا محمد من العاصمه. رشيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا رشيد ربي يرحم اخونا محمد وربي يرحم المفقودين. بصح اخويا رشيد هذه الفتنه نائمه. الفتنة راهي نائمة وانتم حبيتوا تنوضوها تزيدوا تشعلوها. بالله عليك يا محمد وش من فتنة رانا نحوسوا نوضوها؟ انت لازم تجي تتدخل ولازم دائما 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 بهذه الطريقة. اليوم احنا نتكلموا على مجاهد ابن شهيد خدم الوطن نتاعو خدم الدولة نتاعو منذ الاستقلال، في الأخير يلقى نفسه أنه دائما داخل مخفر خارج مخفر من الشرطة اللي خدم فيها وقاعد حتى مات هو بهذه الغصة، وكثير من الآباء والأمهات من الكثير من المختطفين اللي ماتوا بغصة وهما يحوسوا وما زالوا يحوسوا على العدالة والحقيقة. وانت اليوم هنا جاي باش تقول لي رانا نديروا في الفتنة. معنا بالعابد من نعامة برا. فضل بالعابد.
كيرك رشيد؟ اهلا وسهلا. لاباس. خليني اليوم نتكلم على الجزائريين راهم يحوصوا على الدراهم تاع البترول والغاز وكل الخيرات الجزائر وين راهي تروح. نعطيك انا مثال، راك معايا رشيد؟ نعم بالعبد تفضل. شوف كيما هذا الجنرال توفيق، الجنرال توفيق هذا نحكي لك كيفاش كان يضيع الدراهم في الضربه تاع تيغن تورين. الناس تاع تيارت يعرفوا، اللي ما راهش مصدقني يروح المهديه تاع تيارت يلقى الخبر هذا. هما هذاك محمد الاحمر امين هذاك اللي كان يحرس في القاعده تاع الغاز هذيك، هو قبل من كان جنرال حسن هذا وليا جنرال حسن اللي هو راجل نمشي انا وياه المحكمه العسكريه تاع البليده ما حتى مشكل. كان يستدرج الارهاب باش يجي القوت الجزائريين الخبز نتاع الجزائريين وهي الغاز. هما هذا محمد الاحمر الامين رسلوا له واحد كان يخدم هنا في الحراش ثاني ولد بلاده سماوه قاضي محمد، هما سماوه قاضي محمد. صرات المشاكل وكلش، ومهم من بعد هو مشى اليمن هذا محمد قاضي ولد مهديه وصاحب محمد الاحمر امير راح اليمن. التوفيق باش يقتله خلص 5 مليون اورو ولا 5 مليون دولار خلصها باش قتله في اليمن. ها جنرال توفيق لهم يخافوا منه دروك، وراهم جنرال توفيق هذا انا في 1990 خرجت له قلت له انت عامل لفرنسا ودربك خالد نزار في تونس. شكرا بالعابد على اتصالك. معنا وليد من العاصمة. الو. اهلا وسهلا وليد. يا رشيد لاباس؟ الحمد لله. اخويا رشيد تفضل. وليد فقدنا وليد. معنا ابراهيم من العاصمة كذلك. تفضل اخ ابراهيم. يا رشيد خويا اسمح لي هذا كل اللي نقول لك، الله يرحم الشهداء ويرحم المجاهدين اللي ماتوا، ولا هم الحاج محمد الله يرحمه. امين. هذا محمد اللي كان يهضر له خويا رشيد اسمح لي ما زيد خليه يهضر غير نحي نورمال والله غير نحي. والجلالي قال لك جنرالات او قال لك بالنظام كان يقتل او هضر فمه قال لك النظام كان يقتل. انا نقول لك يا خويا رشيد اسمح لي يا او تكلم قال لك النظام كان يقتل او استعرف وقال لك يحيى الجنرالات شفت يستعرف بجنرالات الخوانه هذوك او يستعرف بهم هو يقول لك باللي هما اللي قتلوا ويزيد يحييهم. انا واش نحيي؟ نحيي الشعب الجزائري في الخارج والشعب الجزائري وهنا هكذا ودوله مدنيه ماشي عسكريه ونقول ولاد الشهداء دائما نهضر عليهم يا ولاد الشهداء ولا راكو صح ولاد الشهداء اروحوا مع الشعب اختيكم خالد نزار وانتم يا ولاد المجاهدين ولا صح ولاد المجاهدين خاطر كاين كاع المجاهدين كابيري كباري راني نهضر على ولاد المجاهدين ولا صح كاين ولاد المجاهدين اروحوا مع الشعب كلوا رجال كلوا رجال خليكم من الخوانه نحوا المفاتح من ميت خالد نزار. خالد نزار عنده زوج مفاتح، مفتاح تاع الشهداء شادكم باليد مكسره ومفتاح تاع المجاهدين شادكم باليد مكسره. انبركوا شويه خافوا ربي قاعدين في القسمه درتوا تبهدل درتوا تبهدل في الفوط بهديله كبيره راكو شغل طنابيل داخل قاعدين ها والسيد هذاك اللي حطبوطيو عليه يتكسل عليكم روح جيب لهم خاوي روح جيب لهم وقاعدين في الطنابيل احشموا احشموا مكملين احشموا خاوتكم في السجون وانتم طبوطيو خاوتكم في التسعينات الحباس وانتم طبوطيو خافوا ربي خافوا ربي يا طواغيت خافوا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا اخ ابراهيم على اتصالك. معنا سليم من لندن. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المجاهد نقول لك ربي يرحمه وهذا اللي راهو يتدخل اسمح لي انا على كل حال هذا محمد اللي راهو يتدخل والفتنه ما كاش فتنه اللي راهو يديرها كما هو والدوله تاع الجزائر راك فاهم. وانا نقول لك خفيف ظريف باش نخص فيف علي بالحاج وفيف الفيس والله ينصر الحق والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا سليم على اتصالك. معنا رضوان من العاصمة. السلام عليكم خويا العزيز. وعليكم السلام رضوان. والله يرحم كاع الموتى واللي ماتوا المؤمنين وكذا اون جينيرال. واش حبيت نضيف خويا العزيز؟ ربي سبحانه أعطى الملائكة عقل وأعطى الحيوان شهوة والبنادم أعطى له
حيوان وشهوة، سواء يحبط الشهوة تاعو يولي بهيم، ولا يطلع الفوق يولي ملائكة. يا خويا العزيز حبيت نضيف لك ليك، شوف لي يكون يعرف، أنا ما أمي ما نزوق عليك ولا لي يعرف تما تحس بليك هذا عنده وعي خليه يتكلم خويا العزيز، ولا ما كاش واش مطفي عليه سوا يهضر الحق واش كاين ولا طفي عليه كريمه، ميما لا ولا نغلط ولا طفي عليا ما تحكمني ما تستحليش، وبارك الله فيك. شكرا اخ رضوان على اتصالك. معنا عبد النور من تلمسان. تفضل اخ عبد النور. صافا شويه اسمع لي خويا ما تطاش عليا، قال لك المزيد بكري واش يقولوا؟ يقولوا الطرب الجرحين بلاد هامله وانت ما هاملين. عبد النور عبد النور اه حنا رانا كاع خوت نديروا اليد في اليد ونخدموا هاد البلاد، خلينا بمرت نفسانيه تاع النظام، هذا مرت نفسانيه تاع النظام يا سبحان الله العظيم، ويتوصلنا في هاد البلاد لازم نديروا اليد في اليد، نسامحوا راتنا باط ويبقى على خير خويا وطلع في روحك. شكرا جزيلا عبد النور. معنا رشيد من ألمانيا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا واش نقول لك، الله يرحم هذا الإنسان هذا عبد النور جول، هذا الإنسان أنا ما نعرفوش، أول مرة سمعت بها واني نشوف بها في الصورة هذا باين باللي إنسان ما شاء الله. واش نقولوا يا خويا، الله يطلق الشيوخ حتى وانا اللي راهم في الحبس بربي إن شاء الله، وربي يخلي لهم صحتهم إن شاء الله ويصبر الأهل تاعهم. والبلاد يا خويا البلاد هذيك لا ربي العالمين، ربي راهو عالم واش راهو صاري فيها، ربي راهو عالم واش راهو صاري فيها، وربي ان شاء الله يشفينا علي بالحاج يا رب العالمين في الاواشر هذو، ما ربي ان شاء الله يطول عمره ويشوف البلاد تولي ورده قبل ما يا رب العالمين ان شاء الله. والله ينور اخونا رشيد، وانا اول مره نهدر في القناه هذه، والله يحفظكم ويحفظ كاع الصالحين واللي ماشي ملاح ندعو لهم ان شاء الله بالهدايه، والله ينصر فلسطين وينصر الحق ان شاء الله. السلام عليكم خونا. وعليكم السلام. شكرا اخ رشيد على اتصالك. معنا زهيره من فرنسا. السلام عليكم خويا رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لكم، تبارك الله فيكم، ربي يوفقكم ويحفظكم. عايشك يسلمك، ربي يرحم ان شاء الله هذا المجاهد هذا الكبير، وندعو له ان شاء الله بالرحمه ان شاء الله، وندعو له مالي ان شاء الله للاهل والاقارب بالصبر والسلوان، ويرحم جميع الموتى والمؤمنين والمسلمين، ويرحم ان شاء الله كاع الشهداء ان شاء الله المجاهدين، وان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله جيب الخير لهذه البلاد يا ربي، جيب الخير للجزائر ان شاء الله يا ربي، احنا يا خيارنا حابين غير الخير للجزائر، وطالبين غير الخير للجزائر واهل الجزائر ولحباب الجزائر والموالين الجزائر، ونطلبوا ان شاء الله الشفاء للمرضى، نطلبوا ان شاء الله الشفاء لخونا علي بالحاج، الراجل البطل، الراجل الفاهم، الراجل النظيف والشريف، المناضل الفاهم، هو فاهم يعني يهدر هدره تذوب الجبال يعني تبارك الله، وفيه ان شاء الله ربي يشافيه حتى ان شاء الله يشوف الجزائر بخير ويعيش بخيرها ان شاء الله يا ربي. شوفي انت يا اسيا اللي تعيطي البارح وتقولي سبت الجزائر، انا ما سبيتش الجزائر، انا بنت الجزائر حره ونهدر، بصح انت بدلتي رايك وليتي اللي قلتيه انت وليتي راح تقلبيه في انا، كنتي تقولي احنا مع تبون وعندنا تبون رئيسنا وانتخبنا على تبون وخليو تبون يخدم، كنتي تقولي عندي خاوتي جنرالات ويصلكو 15 مليون، كنتي تقولي الحراق على هيجي، وكنتي تقولي احنا كنا في الجزائر نقراو على بالجمعه، كنتي تقولي الحراق على هيجي وعلى هجاو، كنتي ضد ليهم، كنتي ضد للحراك، كنتي عقاب خويا زيطوط، وكنتي عقاب خويا امير دي زيد، دوكا وليتي الظاهره، انا ظاهره انا بنت الجزائر، كي تطلبي لي في الهدايه، ان شاء الله ربي يهديني ويهديك، انا هاديه روحي، انا هاديه ونطلب في ربي وربي يهديني، انا بنت الجزائر، انا رديت على هذاك
اللي قال ما تجيو ناس يا لي زيميغري وما تحقيناكمش وما تحقيناش صورتكم، وقال انا طايفي فهمتي وانا بنت الطيف، انا شايفه الناس كيفاه راهي عايشه مساكن، انا مع انا ضد الظلم، مانيش مع الظلم، لكن انت راكي مع الظلم، انت اللي راكي مع الظلم، وانت اللي راكي عقاب الجزائريين، وراكي تقولي وليتي تقول له يا تبون طيحنا في رانا ما عندناش هنا في فرنسا، وتقولي لي يا ظاهره احنا رانا واش عايشين في فرنسا، احنا عايشين في فرنسا الحمد لله، احنا حابين نصدقوا. وقت انا عايرتهم انا ما عايرتش الجزائريين اختي بالفقر، لا الفقر خالق ربي. اخت ظاهره رجاء خلينا من اسيا واعطينا رايك في موضوع الحلقه. والله يا خويا وجعت لي قلبي انا ما قلت فيها والو، بصحيه هي وخويا سمير، وخويا سمير جابت لي انا صار انا نهضر مع المغاربيه يعرفني جمال خويا، ما نهضر مع المغاربيه جامي، انا نهضر على الجزائر غيظتني الجزائر يا خويا رشيد، انا مع الجزائريين، انا حابه الجزائر تتطور وتتنور وتولي وليداتها يوليو يصنعوا فيها يخدموا رجالها نساء، وطالبه الحريه ودوله حق وقانون، يعود عندنا عدل وقانون، القانون يحكم عليا على اخر ماشي يحكم على الزوالي واللي ما عنده. انا حابه الجزائر تطلع وتتنور ويعودوا وليداتها فاهمين ويعودوا نساها ويعودوا واحد واحد ما يخاف من واحد، والقانون والعدل كي تروح تخرج حاجه بالقانون عندك قانونك في بلادك، ماشي ما عندكش القانون في بلادك. واضح. شكرا شكرا اخت زهيره على اتصالك. معنا محمد من فرنسا. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفاش راكم لاباس؟ صحة لاباس؟ لاباس الحمد لله ربي يحفظك. الحمد لله يا خويا انا حبيت نتدخل، انا هذاك محمد اللي دخل من البلاد يا خويا عيط لكم خدام بومر ديال خدام نقول لها خطرة من الاخر وذا، وانايا انا جيت جيمال باش نحكمكم، هو يضرب يحكمكم نورمال، يحكمكم نورمال وانت يهدر والله غير حول الديفون اللي تنقول واش كانت ويحكم ويهدر شغل يحكمكم نورمال. وانا يعني حر من الاحرار تاع البلاد اللي كانت عندي 16 سنه وانا كونتر النظام هذا ونحب ندخل ولا ما نحكمكم، لا هذه ما فهمتش. وهذا سي محمد اللي راهو يعيط لكم يا كاين النهار وكاين الشروق، وروح الى نجمت الى نجمت يعقبوك، روح عيط للشروق وعيط للنهار وعيط للبلاد، عندكم 20,000 عندكم 20,000 قناة، عيط لهم إلي والله والله ما على بالهمش بيك. عيط لهنا المغاربية تاعنا رزقنا. حنا نسمعوها باسكو نريحوا كي نكون مريض باش نشرب نضرب كاشي هنا نسمع المغاربية نرتاح. جيم روبوز. نسمع الناس نقول بالجزائر مازالها حية كما الأخت اللي كانت تهضر دركا، وكاين الناس ما شاء الله يهضروا نريحوا. ونصرو بوز، روح امشي اختينا يا صاحبي بعدنا، احنا ما نسبوك ما والو، احنا من ما عنديش انا السب، ما عنديش الشتم في وسمو، بصح اعتقد لا احشم شويه. تعيط كون يا خويا وانا نفي وانا من بومردي تم بومردي انتايا، ما تكذبش انت اقسم بالله غير هنا وين عرفت باللي علاش فرنسا قعدت 132 في الجزائر، كيما الناس بحالك كيما انت. سي بور سا قعدت 130 سنه، خاش عندنا عباد كيما انتوما. وحنا خرجنا الحرق ما يموتش والله العلي والعظيم ما يموت، ناضت كلها في 54 ناضت 11 واحد داورينو باش حاربنا فرنسا. شكرا اخ محمد على بارك اتصالك. السلام عليكم. فيك بارك، شكرا جزيلا. معنا محمد من بومرداس. تفضل اخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا انايا مانيش باغي ندخل في البوليميك تاع هذا، هما يعيطوا من فرنسا ولا الله يسهل عليهم كلها ويمد رايح. اليوم جاينا انت اليوم الطيب والله وش سموك، جاينا محمد اليوم بومرداس. معنا عبد الرحمن من بلعباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا خليني عندي انا الميساج بين وجهه هذاك السيد اللي كان يعايد. تفضل اخ عبد الرحمن نسمع فيك. فقدنا عبد الرحمن. معنا ابراهيم من عند دفله. الو. تفضل اخ ابراهيم. الو. نعم.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خير رشيد واش راك؟ الله يسلمك ربي يحفظك. الو نسمع فيك اخ ابراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. خير رشيد واش راك؟ لاباس غايا؟ الحمد لله ربي يحفظك. الحمد لله لاباس الحمد لله الله يرحمه عمي الحاج. والله يصبر اهله والله يصبر المفقودين وربي يطلق سراحهم. وما ننساوش هذه المأساة اللي فاتت في التسعينات ماتوا خاوتنا نرحموا عليهم وهذو اللي راهم يشيتوا حسبونا الله ونعم الوكيل باسكو كل شيء باين هذو كاع قلاليل اللي ماتوا في التسعينات ونعرفهم ورانا شاهدين امام الله تعالى نشاهدوا فيهم وكون خليت هذاك بالعابد يكمل الهدره انا رشيد خويا كون ما قطعتوش هذاك عنده المعلومات فهمت على النظار الخاين والتوفيق سبحان الله ونعم الوكيل هذا مجاهد الله ربي يرحمه وكاع المجاهدين اللي عاشوا في الثوره واللي نعرفهم كاع عاشوا ذو المأساة وكاع قتلوا لهم ولادهم وراني شاهد امام الله حسبنا الله ونعم الوكيل ان شاء الله بربي مدنيه ماشي عسكريه والله ما يخوفنا واحد ان شاء الله بربي شكرا اخ ابراهيم على اتصالك معنا الشيخ عمر من برج ملاي السلام عليكم يا اسد من السود المغاربيه وعليكم السلام اهلا وسهلا ربي يحفظكم الله يسلمك طول عمرك شيخ عمر من البولانجي اولا نقدموا التعازيب تاعنا لعائله عمي محمد جو ربي يرحمه ويوسع عليه ويرحم كل اللي ماتوا على ايد عصابه الفاسده المفسده المجرمه هاد الاشخاص تالي فعلهم مثل خمشتي خضر شعباني كريم بالقاسم والقائمه طويله واللي عندهم الاصل يقولوا لنا وراهم مخطوفين وبينهم علي ونور الدين وعلى بالنا باللي قتلوهم كاع هيك ان شاء الله غادي يخلصوها امام الله وما نطولش عليك سي رشيد ربي يحفظكم شكرا شيخ عمر على اتصالك معنا رزقي من تيزي وزو تفضل رزقي نعم انا على المباشر تفضل اخ رزقي رجاء اسمعني من الهاتف اسمح لي بس نعم تفضل اخ رزقي انا تفضلت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعلى حكم كل المغاربيه انا بودي ان اشكر السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون على كل المجهودات التي بذلها في استرجاع الاموال المنهوبه بفضل خطته المعروفه بالكونتر خطه والجزائر الان اصبحت احسن منظومه صحيه في افريقيا والوطن العربي والان انا مع ماده البطاطا اصبحت تتوفر بكميات معتدله وبسعر لا يتعدى سعر 60 دينار وانا تفضل رزقي رزقي فقدنا رزقي شكرا على اتصالك معنا عبد النور من اسبانيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا نقول هذا سي تبون اللي يجي في الجزائريين اللي راهم لهنا 100 الله يرحمهم قال لك انا بالجزائريين كاين بزاف الجزائريين موتى لهنا اللي ماتوا في الحراقه والفكره الثانيه ديالي اللي نحب نقولها يا شعب ديروا ممثل ما نبقاوش نضربوا بنا احنا شعب انا بليش في عمري مصطفى بوي عليه وحنا نهضروا 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 كاين ناس اللي قبل مني ديروا فكره واحده ونتفاهموا عليها وما بقاش نتسبوا بيناتنا حنا كاع نحبوا الجزائر والسلام عليكم وعليكم السلام شكرا اخ عبد النور من اسبانيا معنا مصطفى من العاصمه السلام عليكم خويا رشيد وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا واش راك خويا لاباس صحه لاباس الله يسلمك ربي يحفظك الحمد لله خويا رشيد دوله مدنيه ماشي عسكريه
تفضل خويا مصطفى. نعم خويا رشيد راني نسمع فيك. تفضل تفضل. خويا رشيد دولة مدنية ماشي عسكرية. وربي ان شاء الله يطلق صلاح المسجوني تاع اعتقالات تاع التسعينات ان شاء الله. الو خويا رشيد. نسمع فيك خويا مصطفى، كمل الفكرة نتاعك المداخلة نتاعك. ان شاء الله ربي يوصل الحق ان شاء الله في الجزائر. وان شاء الله ربي يرفض الظلم على الجزائريين، وان شاء الله الحراك يولي بقوة. وان شاء الله الشباب الجزائري يكون واعي. ما نزيدوش نكلخولو. هذه هي خويا رشيد. شكرا اخ مصطفى على اتصالك. معنا يوسف من سكيكدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا تبوني يا اخي على كل حال، من اللي جاي لطيف يا رب العالمين، جرة كحلة جرة كحلة عنده مسودة في وجهه. شغل الكذوبات يكذب، ما حقوش يكذب اللي كذب علينا احنا بالشعب الجزائري هكذا، عيب عليه. ملي جا الحكم هو يكذب، الاسعار طلعت، جهنم طلعت، والموتى كاينه يا تبون، ما عندك وين تروح، والله ما ثبتك ميت. تموتوا كل كيما راهم ويندموا، كاين غدوه قدام ربي يحاسبكم، ربي يشوف جهنم تمنى بيكم. وتموتوا خموا على القبر نتاعكم يا واحد المنافقين، جوعتوا الشعب، حرقتوا الناس، مساجين، هينا نعلط الله عليكم يا الحقاره، علاش تحقرونا؟ علاش؟ علاش تحقرونا؟ ما تحقرونا ما تحشموش، حقرتونا وعذبتونا. والسلام عليكم يا رشيد. وعليكم السلام، شكرا اخ يوسف على اتصالك. اعزائي المشاهدين، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم هي المشاركة معنا في هذه الفقرة من برنامج بصراحة، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، بكم مجددا لاستقبال اتصالاتكم في هذه الفقرة من برنامج بصراحة، والتي خصصناها في للحديث عن عائلات المختطفين والحقيقة والعدالة التي ما زال يناضل من أجلها الكثير من عائلات المختطفين. وبهذه المناسبة خاصة اليوم بعد رحيل المجاهد وابن الشهيد المناضل محمد جاو في ولاية قسنطينة، الرئيس الشرفي للتنسيقية التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين، الكثير من الآباء والأمهات الذين غادرونا وما زال في قلوبهم غصة للبحث عن الحقيقة والعدالة، للبحث عن مصير فلذات أكبادهم، أزواجهم، أبنائهم، إخوانهم الذين تم اختطافهم سنوات الأزمة، في أزمة سنوات التسعينات خلال الأزمة. معنا كريم من ويلز. الو. اهلا وسهلا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا هذه اول مره نشارك في الحصه. تفضل. واش نقول، دوله مدنيه ماشي عسكريه، هذه قبل كل شيء، ونستناو ان شاء الله اللي ماتوا الله يرحمهم، كي الشهداء كي المختطفين كي شهداء تاع التسعينات، وان شاء الله يجي نهار ويخلصوا فيها كامل هذو اللي كانوا السبب فيها. وثاني حاجة زي اللي حبيت نقولها نركز عليها بزاف، هي مات الحراك تاع الجزائر، يعاود يرجع الحراك، هذا هو الحل، هذا هو الحل اللي يرجع الكرامة والشرف للجزائريين، الحراك ثم الحراك لكي تسقط العصابة، وهذا ما كان، ورب يوفقكم إن شاء الله. شكرا أخ كريم على اتصالك. معنا علي من العاصمة. علي. تفضل علي. يزيد فضلك. مرحبا. تفضل اخ علي. مرحبا بك. الله يسلمك، ربي يحفظك. نتمنى ان شاء الله من عمي تبوني يسقم لنا البلاد ان شاء الله، ويقوم لنا بالواجب ان شاء الله، ودوله مدنيه ماشي عسكريه. علي، شكرا على اتصالك اخ علي. معنا مراد من العاصمه.
ألو. أهلا وسهلا مراد، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامي للمسجونين، وربي يطلق سلاح المسجونين، وربي إن شاء الله يستركم يا وليدي. ألو. نسمع فيك أخ مراد، كمل. وكاين بزاف يا وليدي لهذو اللي يتصلوا يقول لك إن شاء الله الحراك يولي. لازم يعرفوا بلي الحراك ما حبش والحراك ما راحش. حقيقة حبسنا المسيرات باش ما نضربوش مع أولادنا هادو الشرطة والبوليسية والجدارمية. لهذا الشيء حبسنا المسيرات، ولكن الحراك ما زادوا إلى الأبد. لازم يديروا في علمهم باللي الحراك ما هوش حابس وما يحبش. وهو قريب كذلك الانتخابات، خوتنا الجزائريين والعالم بتشريح يشوفوا باللي ما كاش انتخابات، باللي الحراكيين ما راحش ينتخبوا، خاصة هذاك الشيء بوتبون بوكلبون يقول لك أنا المشاركة ما تهمنيش. علاش يقول مشاركة ما تهموش؟ على خاطرش على بالو باللي ما كاش مشاركة، ما كاش انتخابات وما كاش بينتخب. شكرا أخ مراد على اتصالك. معنا عمار من البليدة. السلام عليكم رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخويا نحييكم ونحيي قناة المغاربية. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم والله يرحم الشهداء. وان شاء الله نطلبوا من السيد الرئيس يقول لك سمو الجزائر الجديده. يالو نسمع فيك عمار. خويا نقول لك بلي سمو الرئيس يقول لك سمو بلي الجزائر الجديده. الجزائر الجديده يا اخي انا ماشي اسم قسمو الناس قسمو اليوريتريتي اللي خرجوا في لونسيان سيستم يعاود يرجع قسمو السيد الرئيس. اسمعني، الجزائر الجديدة لازم نحوسوا بوجوه جديده من ناس من لاجو ناس من لي جان، ماشي الشيوخ اللي روتريتي يعاود يجي ريكريتي فيهم سمو رئيس ويقول لك الجزائر الجديده. ونطلبوا منه ان شاء الله يخرج لنا هذا من الناس سمو السجناء التسعينات سجناء الحراك، ولازم يرجع لنا الثقه ما بين الشعب والسلطه والحكومه. ولازم باش نخرجوا هذه اسمه البلاد من الازمه، لازم علينا جميعا شعب وحكومه نديروا اليد في اليد باش نخرجوا هذه الدوله الجزائريه، والله نخرجوا الشعب الجزائري من هذه الفوضى، من هذا اسمه الازمه هذه. والازمه هذه لازم نتعاونوا كامل حكومه وشعب باش نخرجوا البلاد من هذه الازمه. والبلاد فيها رجال، فيها رجال، ولازم نخلوهم يوصلوا سمو للحكم هذا من الرجال، ولازم يخلوا يعطوا فرصه للشباب. شكرا اخ عمار على اتصالك. معنا مصطفى من بجايه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وشك اخي رشيد لاباس؟ اهلا وسهلا مرحبا. الله يسلمك خويا رشيد. وش نقول لك انا، السلطه المتسلطه على الشعب هذه نقول لها حاجه خفيفه برك ومش حاجه كبيره، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ليرتدوا اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. هذا وش نقول لهم، ديروا انتم دوكا واش قتلتوا من الشعب نتاع الجزائر، واش سجنتوا، واش مراهم الناس اللي اختفوا وما بانوش، وانما هاوش راه يعس فيكم يوم القيامه. هذا واش نقدر نقول لهم الاخ رشيد، والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا اخ مصطفى على اتصالك. معنا محمد من البويره. الو. اهلا وسهلا اخ محمد، تفضل. اهلا خويا رشيد لاباس صفا. الله يسلمك، ربي يحفظك، شكرا. الله يرحم هذا المجاهد اخويا رشيد. امين. دوله مدنيه ماشي عسكريه، تبا مزور جابوها العسكر
شفت اخويا رشيد بانت واحد الظاهره، الناس ولات تاكل في البرويطه، ظاهره كارثه، كارثه للجزائر ثم الجزائر وكارثه للمنطقه. في الصحراء ياكلوا في البرويطه وفي تلدار لاشين على البطاطا. وين راهي يا خويا رشيد؟ وين راهي رايحه؟ دونك هادو تجري عليهم تجيبهم الحريه، هادو تكل عليهم انت، هادو تخرج عليها على جالهم. وكاين شي ناس كاين شي ناس في الحاره، كانوا في الحراك الاوائل الولا في الحاره، كل يوم راهم يطبلوا الافلال، راهم مترشحين، كاين مترشحين في في الاخرج في قائمه الاحزاب في لافافاس، في الليل مع في النهار مع لافافاس، واللي في الليل مع لافلان، والناس هذو كارثه. قولوا لي كيف راهي رايحه، قولي لي راهي رايحه البلاد هذه. دونك الناس هذو تكل عليهم برك. فراس انا قعدت 30 سنه من الناس كيما هذو، والله من الناس كيما شكرا محمد على اتصالك معنا. الهاشمي من فرنسا. السلام عليكم الزول في الكاميرا مرحبا. وعليكم السلام الزول مرحبا. او كما قال لك هذا صاحبنا تاع البويرة اللي قال لك لا سوسيتي هذه شويه عينه، كي تاكل في البرويطة او تشوف كاين فيسبوك البارح تروح الناس يمشيوا يسرقوا بطاطا، وكاينين يديروا لاشين في باش يشريوا بطاطا، وضروا كيفاش نديروا؟ اش رانا نمشي ولا رانا ندورو ولا ريال؟ رانا نمشي ولا ريال؟ وانا حبيت نقول لكم صراحه، نديروا دي ميسيون بين سبعة ولا سبعة ونص ولا ثمانية، واحد ساعة بيبري هكذاك، باش تكون يكونوا لي سوسيولوج يشوفوا معاه هذيك لا سوسيتي كيفاش كيفاش تبونجي شوية يعني. يعني تسمحوا لي نسمع فيك اخي الهاشمي تفضل. فوالا دوك لك يعني باش لا سوسيتي هذه تونسي كي تهضر معاك في التلفزيون ما يعرفوش يهضر، وما ما يعرف قدره، يعرف قدره وما ما يقولش حاجه ماشي مليحه. تسمى سوسيتي تربيها هذه سي عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين، ماشي نقولوا قدوه هذه رايحه ب 30 و40 سنه. واضح اخ الهاشمي، شكرا على اتصالك. معنا كمال من عينتي موشنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيرا الاخ رشيد لاباس؟ اهلا وسهلا اخ كمال، مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بكل المتفرجين الاوفياء المغاربيه. يا اخي اليوم حنا راه عندنا مشكل، والله ما هو مشكل التسعينات ولا مشكل الثمانينات، حنا في الجزائر عندنا ازمه، ماهيش ازمه نظام ولا ازمه مؤسسات الدوله. اما فيما يخص المخطوفين هذو تاع التسعينيات، الى ما حضروا بالمنطق بلا كاين شي ناس ما خموش فيه. في التسعينات الناس اعتقلوا كان في عمرهم 52 سنه 53 سنه 54 سنه، كون ابلي على ليبوك لي برو اسلاميست. دروك من 90 ل 2021 راه 31 سنه، معناتها هذا الانسان راه عنده بالاقل 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 84 سنه. كاين اللي ماتوا، كاين بالك اللي راهم عايشين. والمشكل اليوم اللي راه عندنا احنا في الجزائر يا اخي العزيز، ماهوش مشكل تاع نظام ولا مشكل تاع رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهورية على عينه وعلى راسنا، اليوم عندنا مشكل أخلاقيات. الجزائر صرفت جو سي با كومبيان دو مليار عبا يجابوا بابور جديد، باخرة جديدة هذه ما هدرتولناش عليها. فسدوها. الخماج الوسخ. سرقوا مام اون بورت، اون بورت سرقوها نحاوها إلكتريك وقصوها في البحر. هيا رحم بابك، وراهي العدالة هنا وراهي الشعب. رئيس الجمهورية اللي قلعها وقاسها. شكرا اخ كمال على اتصالك. معنا حمزة من سكيكدا. الو. اهلا وسهلا حمزة، مرحبا. السلام عليكم اخي رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله. دولة مدنية ماشي عسكرية.
تبون مزور جابوه العسكر. ونقدم تحياتي للمغاربية قناة الشعب. هادو نسمع فيك أخ حمزة، تفضل. تحياتي لقناة المغاربية وتبون مزور جابوه العسكر ودولة مدنية ماشي عسكرية، وتحية للأحرار تاع الحراك. تبون قال دخل في ناس أبرياء بسجن ويخرج في الخونة واللي قتل الجزائريين. الحرية للأحرار. وقدم تحياتي لجمال الدين اللي قدم الحصة في العمق، وهي حصة رائعة جدا ورجل درف في العمق. وشكرا لكم. شكرا جزيلا أخ حمزة. معنا محمد من المسيلة. محمد تفضل. تحياتي لكل الشعب الجزائري ونعزيو عائلة المجاهد محمد جاو رحمه. خويا رشيد. نعم. نسمع فيك أخ محمد، تفضل. محمد اسمعني، فقدنا محمد. معنا نور الدين من العاصمة. السلام عليكم سي رشيدة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخ نور الدين. الله أنت رحمه على سيدي محمد جاو المثل الشريف للشرطي، للشرطي الجزائري الشريف. هذا مثل للشرطي الجزائري الشريف. شوف، وهذا نقولوا هذا ان شاء الله يكون هذا المجاهد وابن الشهيد محمد جاو كمثل براس للشرطه الجزائريه. شوف، هذا ما حبش ما قدرش يخلي شعبه، كان وفي لشعبه ووطنه. واما نزيد نقول لك، شوف هذا نقولوا الشرطه الجزائريه راهم يهضروا يقول لك على اللغه العربيه ونح اللغه الفرنسيه. يا خويا نحي لي بوليس، كلمه بوليس اون فرونسي نحيها من لباس الشرطه الجزائريه. يا خويا دير لي لانسين، دير لي العلام في سيارات الشرطه الجزائريه. هل لازم تكون هي مساله، شوف، مساله وعي ومساله قوميه. هي يقول لك شاكيب ارسلان يقول لك الفرق بين السياسي والقومي، السياسي يفكر في نتيجه الانتخابات، اما القومي فيفكر في مستقبل الاجيال. هذا جيل راه يستنى فيكم، هذا وان شاء الله يكون. ان هذا سمعت هذاك سفيان من لندن يقول لك على الشرطه وكذا، كاين ولاد الفاميليا وقليل، كاين اقليه صغيره اللي توه في صوره الشرطه الجزائريه. كاين ان شاء الله يكون منهم القرار، يقول لك العودي تكبروا يعميك، وان شاء الله تتحرر الجزائر من فرنسا للابد. اما نزيد نقول لك كاين واحد فيما يخص هذاك واسمه محمد قايدي، شو المشكل؟ وش السبه تاعو؟ هذا اسم محمد. نقول لك حاجه، واسمه البارح خرج يا اخي الهامل. شوف هذا الهامل قال لك زبعه لزبعه هذا النظام. هذا ما قلت الهامل يقول لك الفاسد لازم تكون يديك مضاف باش تحارب الفساد. وهذوما اللي راك كيما راك تشوف فيهم هذا النظام كاع، هذه العصابه كاع فاسده. على وزين نعطيك حاجه، الفرق بين حمد ويحيى وهذا تبون، ما يلحقوش تبون، ما يلحقش احمد ويحيى كاع يديك. بصح المشكل تاع احمد ويحيى اسمه احمد، احمد القايد صالح واسمه احمد. شوف اللي كان وين يكون محمد يتنحى. هذا هو قرار فرنسا، تقضي على الدوله المحمديه. ها يقول لك باش الابراهيمي الاحتلال، يقول لك الاحتلال قانون من الصليبيه نجم، لا جيش على الجزائري هجم. هذه مساله عقيده ومساله دين. شكرا اخ نور الدين على اتصالك والتفاعل معنا. معنا فريد من المانيا. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا فريد. يا استاذ، احنا ما عندناش دوله في الحقيقه، احنا عندنا اصابه اشرار، اصابه اشرار تابعين لديغول. هما اللي يدمروا في الجزائر، هما اللي صعبين في الجزائر. المشكل تاع الجزائر هما الشرطه وهذو الجدرميه، هما اللي راهم يساعدوا في الاستعمار، يضربوا في الشعب في الاحرار ويدخلوا يعذبوا الناس في السجون. المشكل تاعنا احنا الشرطه والدرك الوطني، هذو هما يساعدوا في الاستعمار. والحراك مستمر ان شاء الله، ونحروا الجزائر باذن الله عز وجل.
لازم الشعب نخرج، لازم 20 مليون في الشارع في العاصمة باش نحروا الجزائر، لازم ما نديروش المظاهر في الدشور وفي القريات، لازم في العاصمة ثم العاصمة ونحروا الجزائر بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام، شكرا أخ فريد. معنا صالح من باتنا. الله يسلمك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي رشيد، من فضلك الناس هذو اللي راهم يتحدثوا ويقطعوا في الوطن ويهضروا ويعلقوا على البطاطا، يعلقوا على السياسة، يعلقوا على الاقتصاد، يعلقوا على أمور كبيرة، هما الجول نتاعهم راهم أميين. لو فيه ناس باحثين هما اللي راهم ينجموا يعطيو لنا التفاصيل. الناس هذو لابليبار نتاعهم راهم ناس أميين، ناس ضد الدولة، ضد القانون وضد الوطن. مو شك يغسلوا في الغسيل نتاعهم يسروا فيه للخارج، عيب وعار عليهم. هالو، نسمع فيك صالح، كمل الفكرة نتاعك. يا أخي مو شك إذا كديروا لنا ندوات مستديرة فيها باحثين اللي عندهم دكاترة اللي عندهم يا أخ صالح، هذوما المتصلين كامل مواطنين عاديين يتكلموا على واقع. مادام أسمع، شرف الوطن، شرف الوطن ولي على هما لا بالعكس، احنا الناس كامل يقول لك لازم الوطن يحرر ولازم الوطن يرجع للطريق الصحيح، من يرجع لبناء دولة حقيقية، دولة العدل، دولة القانون اللي تضمن حقوق كل مواطنين. على الاقوال تاع حمادي، ناس تطلع على البطاطا، تطلع على كروشة البطاطا، لانه للاسف الشديد هذا هو الواقع. هذا هو الواقع يا اخ صالح، هذا هو الواقع. الناس راهي قاعده حبيسه اوضاعها الاجتماعيه السيئه، البطاطا، الزيت، الطماطيش، المقارونه، هذا هو الواقع تاع الجزائريين. صالح، معنا محمد من العاصمه. فقدنا محمد. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج بصراحة، ولم يبقى لي إلا أن أجدد التعازي إلى العائلة الصغيرة، عائلة محمد مجاهد، محمد جاو، وإلى كل عائلات المختطفين في الجزائر، وكل الجزائريين الذين يعرفون المجاهد والمناضل محمد جاو عن قرب، والذي لا يعرفه فقط عبر شاشة المغاربية وعبر التواصل الاجتماعي. أعزائي المشاهدين، لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والتفاعل. كان معكم رشيد عوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.